أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم كتابة دعاء زيارة القبور على أبواب المقابر؟ لا يجوز. إذا كتب على الأبواب كتب على القبور، لا يسمح بهذا. اللي يزور المقابر يحفظ الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. إن كان يحفظ ما ورد يدعو به، وإن كان ما يحفظ يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. نعم.